اهلا وسهلا فيكم على الماث فور فن. وهلا خليني اخبركم كيف بنحسب الاريا اوف تراينجل، يعني مساحه المثلث. طيب بس قبل هاي خلينا نحكي شوي بالريكتانجل. بتتذكروا لما حكينا عن الريكتانجل بالفيديو الماضي قلنا الاريا بتساوي ال تايمز دبليو، بتتذكروا هذا الكلام صح؟ طيب ال تايمز دبليو يعني هذا القلب الاحمر والدبليو اللي هو بالازرق، يعني طول والعرض. طيب والاريا يعني معناتها هاي المساحه يلي موجوده باللون الازرق الغامق يلي جوا هيدا الفيجر. طيب اذا كان عندي الطول بيساوي 6 والعرض بيساوي 4، شو عملنا لحسبنا الاريا؟ اخذنا ال والدبليو وضربناهم ببعض، الطول والعرض ضربناهم ببعض، طلع عندي قديش؟ 24، يعني 24 حطينا سنتيمتر، يعني سنتيمتر تايم سنتيمتر طلع عندنا سنتيمتر سكوير. طيب هلا بدنا نحسب مساحه المثلث. كيف نحسب مساحة المثلث؟ لازم نعرف انه المثلث اصلا شو كان؟ هو كان عبارة عن ريكتانجل وقسمناه لجزئين، يعني مثل هذا الشكل. اذا جيت قسمت الريكتانجل لجزئين شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي مثلثين exactly نفس المساحة. طلعوا بالفيجرز، هيدا اول واحد وهيدا الثاني، اثنين عندهم نفس المساحة. يعني اذا اخذت وحدة منهم انا مثل ما لاحظتوا الطول والعرض هن ذاتهم بعدهم نفس اللي كانوا بالريكتانجل. خليني افرجيكم كيف. هيدا الريكتانجل، هيدا ال وهيدا الدبليو. مثل ما عملنا هون اذا اخذنا نص الفيجر فاعطاني شكل تراينجل، واعطيني بس انتبهوا للاحرف ال ودبليو. هلا بخبركم شو لازم نعمل في سر هون فيها، اوكي؟ بس لازم افرجيكم انا كيف الفوريوم بتتحول. هلا بدل ما تكون ال تايمز دبليو صارت هاف ال دبليو، ليه؟ لانه اخذنا نص الفيجر، نص الفيجر يعني صارت نص ال ضرب الدبليو، فصارت كانها عم تقول هاف، صحيح؟ اوكي. بس ال والدبليو ما بينفعوا هون، ليش؟ لانه انا عندي تراينجل هو صار عندي شيء بسموه بيس وشيء بسموه هاي. ال والدبليو بنستخدمهم بالريكتانجل ما بنستخدمهم بالتراينجل. فالبيس هو الخط يلي ملامس للارض، والهايت الخط يلي نازل من فوق لتحت. اوكي تمام. طيب احيانا بيكون عندي شكل غير، ما بيكون دائما بشكل انه مستوي، ممكن يكون بهالشكل. فكيف بدنا نعرف مين البيس ومين الهايت؟ فنحن بنعرف انه البيس هو الخط اللي تحت يلي جاي وكأنه عم نطلع على الارض، الارض يعني هي البيس، والهايت يلي هو اللاين يلي بينزل من الفوق من التب تبع تراينجل او من الفيرتكس اللي هي من فوق لعند تراينجل لتحت عامل زاويه 90، يعني هيدا هو الهايت. اوكي؟ طيب احيانا بيطلع عندي فيجر ثاني مثلا هيدا، نفس الشيء البيس اللي هو على الارض والتب اللي فوق بنعمل بيربنديكولار على الارض بيطلع عندي الهايت. طيب بلكي كان عندي تراينجل انا اوبتيوس تراينجل، يعني في زاويه اكبر من 90. فلاحظوا كيف بيكون البيس اللي بيكون على الارض تحت مثل ما حكينا، وبنيجي للتب من فوق بنعمل بيربنديكولار على الارض، فصار عندي هيدا هو الهايت. بس انتبهوا الهايت هو هيدا، بس البيس يلي هو بس اللي باللون الاخضر هلا مبين عندي. اوكي هيدا هو البيس، البيس مش اللاين كامل، بس البي هي على اللاين الاخضر. اوكي فصار عندي البيس والهايت. هلا عرفنا كيف نوزع البيس والهايت، ومثل ما شايفين هون باللون الاحمر هيدا هو البيس. هلا صار فينا نحسب مساحه التراينجل. لو كان في عندي ارقام مثلا كان عندي 4 للبيس وكان عندي 3 للهايت، شو بعمل؟ نفس العمليه اللي عملناها قبل الاول، بنعمل تبديل للاحرف. لاحظوا اخذت 3 للهايت والاربعه للبيس وبضربهم ببعض وبضرب الجواب ب 1 على 2، يعني قديش؟ 3 ب 4 بتعطيني 12، 12 ضرب 1 على 2 بتعطيني 6، وهيك بيطلع عندي 6 سنتيمتر تايم سنتيمتر، يعني 6 سنتيمتر سكوير. وهيك طلعت عندي مساحة المثلث بكل بساطة. وأسهل من هيك ما في، إنما هلأ بدكم أنتوا تجربوا تحلوا مساحة المثلث يلي عنده بيس 8 وهايت 4، وبدكم تجاوبوا أي واحد من هودي الجوابين تحطوه بالكومنت. بس بدنا ننتبه إنه ما بدنا نحط الأرقام 32 و16، بدنا نحط القلب، بدنا نحط لايك، حتى بس نخلص الأجوبة أقدر أنا أعمل برسنتج قديش جاوبوا هيك وقديش جاوبوا هيك، لأنه أسهل علي أنا أعرف النسب، أسهل ما إنه أقرأ الكومنتس الكتير اللي عم توصلني من عندكم. فإذا بدي عدهم عد 1 2 3 4 بتاخذ مشكلة، هيك بيطلع عندي أنا البرسنتج مكتوب بشكل سريع. وأهلا وسهلا فيكم على الماث فور فن، وما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو. وباي لهلا.